السلام عليكم ورحمة الله. دكتور أزهري يوسف العوض، أخصائي أمراض الأنف والأذن والحنجرة، مركز كورنيش الشعري الطبي. السلام عليكم. نتحدث سريعا عن آلام الحلق. آلام الشديدة المبرحة في الحلق اللي يشتكي منها الناس لها أسباب، إما أنه تكون أسباب موضعية أو أسباب لمرض عام. الأسباب الموضعية إذا الإنسان تعرض لبرد شديد أو تناول بعض المأكولات والمشروبات الباردة شديد جدا، أو أخذ يعني عدوى من شخص، ممكن تعمل ألم حاد سريع. لكن في ألام حادة في الحلق لفترة بتكون مستمرة، إذا كان في التهابات في اللوزتين مثلا، أو كان في بلغم، نزول بلغم مستمر من الجيوب الأنفية من البلعوم الأنفي بيعمل ألم شديد في الحلق. إذا كان في التهابات فيروسية، فيروس A أو فيروس B، برضو بيعمل ألام شديدة في الحلق. آلام الحلق بتحتاج لمراجعة سريعة للطبيب لأخذ العلاج اللازم، سريع هو العلاج وبعض الإرشادات الطبية اللازمة. نتمنى لكم الصحة والعافية.